نفسية اللاعبين قبل يومين من المباراة؟ الحمد لله، يعني كنظن انه اللاعبين في احسن المستوى، لانه يعني بعد كنقولوا احنا النتائج اللي الحمد لله حصلوا عليها في المقابلات الاخيره، يعني الفوز ديال الكوكاب ويعني مقابله جيده اللي قاموا بها في جديده، فكنظن انه الحمد لله واسترجعنا يعني بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين، مع العلم على ان عبد الحق تاهو تصاب لينا تاهو باللوزتين تاهو اليوم، ولكن قدروا على حساب الطبيب شو غادي يقول لنا، ولكن الحمد لله يعني الجو العام يعني الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل. اللي كاين هو انه خصنا نوجدوا المقابله ديالنا، لان المقابله ما تكون سهله مع الفتح، ولا يجب يعني انه بنادم يشوف في الوراء، ما غاديش نهتموا بالمقابله ديال الشوراج، لان اللي تيهمنا هو مقابله ديال الفتح اللي خصنا نركزوا عليها وننتصروا فيها. كيفاش كتسيروا الضغط كفريق، خصوصا ان فريق الفتح تاهل لربع نهائي كاس افريقيا؟ لا ما كاين حتى شي مشكل، وبعد المناسبه نبغي نهني فريق الفتح الرباطي على التاهل ديالو، لانه كيمثل المغرب ما تيمثلش الرباط. اما فيما يخص يعني الضغط، نظن الضغط التجريبي العام، الضغط على ماشي غير على الطاقم التقني ولا على اللاعبين ولا على، فهو كنظن على الجمهور، على المسيرين، على كل يعني كل هو ودادي ودادي الان، فهو ما كنقولش عليه ضغط، وانما تينتظر، لانه المشكل دابا هنا هو الانتظار، يعني يجب الانتصار والانتظار، وهذا هو اللي غادي يبقى دائما. ولكن الحمد لله كنقول انا لا يعلم الغيب الا الله، فكنظن انه الحمد لله كل شيء ديال الله، يعني النتيجه غادي تحسم لواحد الفريق، البطوله غادي تداوى واحد الفريق، ولكن شكون هذا الفريق غادي يبقى دائما الانتظار حتى ل 90 دقيقه. نعم، كلمه اخيره للجمهور. والجمهور صراحه تنبغي نحييه من هذا المنبر، ماشي دابا، انا ديما الحمد لله تنتكلم عليه، لانه هاد السنتين كاع الاخيرتين يعني صار كان في مستوى عالي وعالي جدا، وتستحق شي لقب، يعني كيستحق شي حاجه، لانه صراحه تعذب مع فريق الوداد كثير داخل الميدان وخارج الميدان، ويعني والفضل تيرجع ليه بزاف في عده نتائج، لكن بعض المرات فريق الوداد اربع دهزات، ولولا الجمهور ديالو اللي كان كيساندو كان يقدر يكون يعني في واحد المرتبه اللي لا يحسد عليها، ولكن الحمد لله اللي يعني كنقول ان الجمهور ديال فريق الوداد بقى كيساند الفريق ديالو وباقي الان كيساندو، فاللي كنتمنى من الله ان شاء الله على ان الجمهور هذا يفرح ان شاء الله بشي لقب، لا هو لا حتى اللاعبين، حتى اللاعبين انا فرحان اليوم ان شاء الله، غادي نكون فرحان، اول واحد غيكون فرحان هو فخر الدين، غيكون فرحان الجمهور وفرحان اللاعبين، لانه حتى اللاعبين كيستاهلوا شي لقب على يعني التعب اللي بدوه خلال هذا الموسم. شكرا.